بستار أكاديمي ما في راحة، تحضير وتمرين وامتحانات وطلع الجمهور. واللي بيقدر يتميز بكل هالنشاطات المراكز الأولى رح يضمن. بسباق التميز هالأسبوع 5 من طلاب الأكاديمية رح يلمعوا. بالمرتبة الخامسة إيهاب. إيهاب تراجع مرتبتين لكنه بعده بالصدارة. انتبه يا إيهاب، الأيام بتركض ركض، وإذا عينك على اللقب لازم تشد حالك أكتر. حزيني حزيني السعادة العذاب ناطرها، وحيدي وحيد الأيادي الممدود لغيرها. بالمرتبة الرابعة أنيس. أنيس كمان تراجع بثلاث مراتب، لكن نشاطه هالأسبوع وإصراره وجديته خلوه يحافظ على التقدم بين زملائه. أنيس ما بينقصك شي حتى نجمك يلمع، فشوية نشاط زيادة رح يعملوا فرق. Makes me feel like I can't live without you. Yeah, it takes me all the way. I want you to stay. بالمرتبة الثالثة رافائيل. رافائيل تقدم مرتبة بالأكاديمية، محافظ على تقدم ملحوظ من أسبوع لأسبوع. شوية مزح أقل وشوية جد أكتر، وشوف وين رح تصير يا رافائيل. بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب. بالمرتبة الثانية مروان. مروان حافظ على مرتبته لكن ما زال على بعد خطوة من المرتبة الأولى. يا مروان شد الهمة لأنه اللي جاي أصعب، والتميز بده مجهود أكبر. ونعيد عيدك كل موعيدك بالخير يزيدك مواسم نضيف، لا بالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب. بالمرتبة الأولى هايدي. للمرة الثانية هايدي بتحل الصدارة، ومعها بيرجع العنصر الأنثوي للتوب فايف. هايدي مثال النشاط والإصرار والجدية والطموح بالأكاديمية، كرمال هيك تلبق للمرتبة الأولى، فألف مبروك. قالوا حبوا حبينا ما عم تلفع عينينا، قالوا حبوا حبينا ما عم تلفع عينينا. آه منك آه منك آه منك يا هوا. إذن إيهاب، أنيس، رافائيل، مروان وهايدي هن الطلاب اللي تميزوا هالأسبوع، فعقبال البقية.